ورجعنا لحضراتكم من جديد. طبعا مع بدء التفعيل الفعلي لقانون التأمينات والمعاشات الجديد في بداية شهر يناير الجاري، هناك بعض المميزات لأصحاب المعاشات، وهناك بعض المواطنين غير راضين عن هذا القانون. وللحديث أكثر معنا ومعكم الأستاذ محمد سعيد علي قشطة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. هنتكلم عن قانون المعاشات الجديد. طبعا في أثيرة في الفترة الأخيرة، في ناس مش راضيين على القانون، في ناس بيقولوا له مميزات وله عيوب. عايزين الأول نشرح القانون. القانون دوت اتطبق نزل 1/1/2020، قانون رقم 148، قانون التأمينات. القانون دوت في ناس كتير اتضررت منه، وفي ناس وفي أجزاء منه أجزاء كويسة مش وحشة. القانون دوت لما نزل لسه اللائحة التنفيذية لسه بتاعته ما نزلتش، ولسه يعني لحد دلوقتي بقى لنا أكتر من سنة لسه اللائحة التنفيذية ما اتنفذتش، وفي كذا طلب احاطه لمجلس الشعب، اعضاء مجلس الشعب بيعملوه عشان يعدلوا القانون ده، عشان القانون ده بيضر بناس كتير. لمجلس الشعب الحالي، مجلس الشعب اللي فات واللي حالي، يعني اللي فات كذا طلب احاطه من اعضاء مجلس الشعب عشان القانون يعدلوه. اقول لحضرتك مميزاته. ممكن الاول تشرح لنا القانون بيتكلم عن ايه؟ نص القانون ايه؟ نص القانون ده، القانون ده نزل 1/1/2020. نص القانون هو فيه كذا نصوص، في نص فيه ان بيقول ان المعاش المبكر لغى المعاش المبكر بشروط. يعني المعاش المبكر كان الواحد الاول ممكن يشتغل 20 سنه وتعب، مثلا راجل كبير ست كبيره تعبت عايزه تصفي معاشها، تاخد ال 20 سنه اللي هي اشتغلتها تاخدها معاش. او ممكن واحد شاب اشتغل 20 سنه ياخدهم معاش، يصفي معاش وياخدهم، وبيتحسب في ال 20 سنه ده، ايام زمان بيتحسب في ال 20 سنه فتره الجيش. يعني لو واحد في فتره جيش او فتره عيا او فتره مرض بيتحسبوا في ال 20 سنه، من ضمن ال 20 سنه، من ضمن ال 20 طيب سنه. طيب يا استاذ محمد، طب دي ميزه ولا عيب؟ لا ده القانون القديم ميزه، ميزه مش عيب. ميزه موجوده ان هو ان انا لو انا عدى عليا 20 سنه وانا شغال تمام، ممكن ان انا اعمل معاش مبكر. تمام. دي اتلغت، الفقره دي اتلغت من القانون الجديد. اتلغت بقت بشروط، يعني ان في 20 سنه انت ممكن تشتغل، يعني المعاش لازم 20 سنه، وال 20 سنه دول ما بيتطبقش فيهم الخدمه العسكريه، وما بيتطبقش فيهم في فتره الحرب لو في مثلا لا قدر الله حرب، ده ما بيتطبقش في ال 20 سنه، ما بتحسبوش في ال 20 سنه. طيب اهم ما يميز القانون، اهم ما يميز القانون ان انت مثلا لو طلعت في سن ال 50 بيديلك 5 سنين. يعني لو طلعت في 50 سنه، يعني انت طلعت عندك 50 سنه بيزودك 5 سنين، 5 سنين فوق ال 50 سنه، يعني بتطلع كانك عندك 55 سنه، المميزات بتاعت الخمس سنين. ولو في درجه وظيفيه مثلا الدرجه الاولى تطلع على الدرجه الثانيه، يعني انت لو طلعت على الدرجه الاولى وانت في المعاش تطلع على الدرجه اللي بعديها. طب ما دي حاجه كويسه يا فندم انه بيديك. هو ليه ميزتين؟ يعني هو قال كده ميزتين، ميزتين بس يعني طبعا. اكيد عندنا اضرار بقى، الاضرار لا تعد. أضرار كتير، في اضرار كتير جدا. يا ريت نقدر نتكلم عن الاضرار. الاضرار ان 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 قانون التامينات ده بيتعارض مع قانون الخدمه المدنيه. ايه هو قانون الخدمه المدنيه؟ قانون الخدمه المدنيه نزل ان في ان ممكن ان ان الدوله بتصفي الموظفين، ان الدوله بتصفي الموظفين في قانون الخدمة المدنية ده، وبيدي لهم مميزات عشان انتشار، يعني انتشار الموظفين بنقلل الموظفين. تمام. قانون التأمينات دوت عايز ال 20 سنة، يعني مثلا عشان تطلع معاش مفيش حاجة اسمها 20 سنة. مفيش حاجة اسمها 20 سنة. عشان تطلع معاش لازم يبقى عندك 50 سنة، مضيت 50 سنة. وفي مثلا هقول لحضرتك، يعني مثلا لو في واحد مثلا راجل كبير عنده مرض او ست كبيره عندها مرض وكملت، يعني عايز تطلع بعد 20 سنه ما بتطلعش. ايام زمان كانوا في بنات بيشتغلوا في مصانع او بيشتغلوا في اماكن، عايزين مثلا يطلعوا بيفضلوا شغالين لحد ما يجي لهم الزواج، بيقدموا قسيمه الجواز بتاعتهم للتامينات، بياخدوا مبلغ من التامينات. النظام ده اتلغى النظام ده. يعني اي واحده دلوقتي بتشتغل، مثلا بنت بتشتغل لحد ما يجي لها جوازها، يعني لحد ما تتجوز بتقدم الفتره اللي هي اشتغلت فيها. ده اتلغى القانون ده، اتلغى النظام ده. وكمان في حاجه صعبه جدا طبعا، الارمله مثلا في واحده ارمله اتزوجت، يعني واحده ارمله جوزها توفى ولا كده اتجوزت، ارمله وبتاخد معاش، بيتقطع المعاش.
بعد ما بتطلق، بعد ما بتطلق ما بيرجعلاش المعاش. معقول؟ اه طبعا. طب القديم القانون القديم كان بيرجع لها، كان بيرجع لها زويل يعني. الحاله ديت هي الماده 99 في القانون 148. الماده 99 بتتكلم على الارامل. يعني انا الوقت ست الوقت ارمله اتجوزت وطلبت شرع ربنا واتجوزت، خلاص مش عايزه المعاش، اتطلقت، ما برجعش المعاش الاولاني. تعمل ايه بقى؟ القديم انت دي مشكله كبيره. اه طبعا. وعدد آه طبعًا كبير جدا ممكن يتعرض لها. اه طبعا، ناس كتير جدا جدا. عشان كده ينتج عندها انه ممكن يكون في طلاق، وبعد كده بنسمع بقى عن الزواج العرفي بقى وكده، وهم عايشين مع بعض وباسم الزواج وهم زوج وزوجه ومطلقين بسبب المعاش، بسبب معاش الوالد، معاش الاخ. وشفنا نماذج زي كده. طيب انت من وجهه نظرك بقى ايه اللي ممكن نتعدل في القانون ده؟ من وجهه نظرك انت رجل قانون. اغلبه يتعدل، اغلب اصلا القانون لسه اللائحه التنفيذيه لسه ما نزلتش، محتاجه نظر. يعني هو القانون، يعني القانون دوت نزل 1/1/2020، اللائحه التنفيذيه بتاعته لسه ما نزلتش. وفي المصالح الحكوميه ما بي يعني ماشيين بالقانون ده، ولو ان القانون ده لسه اللائحه التنفيذيه ما نزلتش. يعني ينفذ على ارض الواقع. ينفذ بس المفروض ما يتنفذ، يعني المفروض ما ينفذ لسه. لما اللائحه تنزل. ومعنى ان اللائحه التنفيذيه ما نزلتش يبقى كده هينزل قانون تاني هيعدله ان شاء كده الله. لازم ينزل قانون يعدله. احنا نامل خير ان هو يتعدل بحيث ان هو يبقى فيه مميزات اكتر من كده لاصحاب المعاشات ولكل الناس التانية. في ناس كتير رافعين قواضي في القضاء وكده عشان يعدلوا القانون ده. يعني في ناس كتير حصل لهم اضرار، في ناس كتير طلعت معاش مبكر قبل 2020 مش عارفين ياخدوا المعاش المبكر. طيب لو انا متضرر من القانون ده ولجأت لحضرتك في المكتب، تمام، ايه اللي حضرتك بتقوم بيه؟ هرفع قضيه. تمام. هرفع قضيه. تمام. بعمل الاول حاجه اسمها لجنه فض المنازعات، بعد لجنه فض المنازعات برفع قضيه في القضاء. على فكره احنا جالنا مشاكل كتير جدا في البيج بتاعتنا هو المجتمع بسبب القانون ده، فاكيد هيكلموا حضرتك عشان تحاول تساعدهم كل واحد يوصل لحقه. يعني كل واحد بيطالب ان هو عنده حق وعاوز يحصل عليه، فاكيد من كل واحد يكون حقه ان هو يبقى عنده معاش. حاجه طبعًا. يعيش منها. طبعًا. يعني انا 20 سنه بعد ممكن 20 يشتغل سنة. كذا سنه في الاخر ماليش معاش. ازاي هو حد يا فندم ب 50 سنه لازم 50 سنه عمل؟ مين هيقعد 50 سنه؟ القانون الجديد قال 50 سنه. يعني انا لو انا شغال وانا عندي 30 سنه اخد معاش وانا عندي 80 مثلا. 80 50 سنه ربنا يدينا طول العمر. سن ال 50، سن ال 50 مش 50 سنة عمل. مش 50 سنة عمل، لا سن ال 50 مش 50 سنة عمل، لا. طيب ماشي، ما احنا لو هنتكلم كده ما هو برضه هنرجع ان هو 20 سنة برضه. يعني لو حد بيشتغل وهو عنده 30 و20 سنة عمل يعني 50، يعني برضه مش بعيد عن القديم. تمام. لا بس في ناس بيبدأوا شغل من فترة بدري، من بدري يعني من 17 سنة من 16 سنة كده بيشتغل. طيب معانا مداخلة من محمد من بورسعيد. أهلا وسهلا بيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. إيه المشكلة اللي عند حضرتك يا فندم؟ المشكلة إن أنا مضرور من قانون 148. إيه الضرر اللي جعله حضرتك؟ في القانون دون أنا بدفع لنفسي في القطاع الخاص أكتر من 20 سنة تأمينات. حضرتك شغال إيه يا محمد؟ أنا شغال خياط. تمام. في مصنع ملابس جاهزة. تمام. ومؤمن عليك داخل المصنع. إيه؟ مؤمن عليك داخل المصنع. مؤمن عليا داخل المصنع اكتر من 20 سنه، يعني بدفع لنفسي اكتر من 20 سنه تامينات. تمام. بحيث ان انا ما اتعب او يحصل لي ظروف زي كورونا تلاقي حاجه تصرف منها. الحاجه اللي انا كنت بدفعها في التامينات. تمام. انما اما اروح انا التامينات بعد ما تيجي كورونا واتصفى من ضمن التصفيات واروح التامينات عشان اخد مستحقاتي اللي انا كنت بدفعها 20 سنه، ابص الاقي قانون 148 يقول لي لا انت مالكش معاش، تعالى بعد 65 سنه. انت حضرتك عندك كام سنه يا فندم؟ انا حتى لو قعدت في القطاع الخاص ل 65 سنه القطاع الخاص مش هيشيلني. استاذ محمد انت كام سنه؟ حضرتك كام سنه؟ انا عندي 41 سنه. 41، يعني المفروض عشان يطبق عليك القانون المفروض 9 سنين كمان، صح كده؟ 9 سنين، انا هل هقعد في القطاع الخاص؟ القطاع الخاص هيشيل واحد 65 سنه؟ ازاي؟ طب في حالة كده يعني انا لو رضيت في حالة دي ان هو فاضل لي 9 سنين والحالة دي ان هو استغنى عنه، ايه الحل؟ احنا عايزين نغير القانون. عايزين نغير القانون. طيب بشكرك يا استاذ محمد وان شاء الله هيجاوب على حضرتك يا استاذ محمد. طب هو بيتكلم ان هو كده هو شغال مثلا 20 سنة وشغال، وطبعا هو عنده 21 سنة، يعني كده هو سنه 41 سنة. 41 سنة عشان يطبق عليه القانون لازم يكون 9 سنين. في الحالة زي كده هل ال 21 ضاعوا عليه؟ لا لازم، ولا لازم يشتغل تاني؟ لازم يشتغل تاني في مكان تاني. في مكان تاني، ما هي التأمينات واحدة في مكان تاني.
في مكان تاني بنفس الملف التأمين الخاص به ويكمل سنين. تمام. طيب كنا بنسمع قبل كده ان هو ممكن يشتري سنوات تأمينية. اتلغت. اتلغى دلوقتي. ده برضو من ضمن القانون. وكمان يعني احنا بنحاول نشوف مخرج بس ان هو ممكن حاجة تساعد. زمان كانت الناس بتشتري التأمينات بتاعتهم عادي. الوقت اتلغت. وكمان طب في الحالة دي ايه اللي ممكن يعمله؟ يرفع قضية يتجه للقضاء. بنأمل في ربنا وبنأمل في الدولة وبنأمل في طب وفي حكم صدر؟ لا لسه ما فيش أحكام. لسه مفيش. ما فيش أحكام. القواضي ما زالت سارية يعني لسه ما فيش أحكام طلعت. وكمان من الشروط الحصول على المعاش المبكر يعني في شروط للحصول على المعاش المبكر. طيب المبكر بس عشان نوضح للناس اللي هو طبعا قبل الايه قبل سن الستين. قبل سن الستين. تمام. اللي هو هيكون أول 50 سنة 40 سنة 45 سنة أيا يكن. أول حاجة مضي يعني الشروط حلوة وآخر شرط صعب تعجيزية جدا. صح؟ لا في شرط تعجيزي. واحد تعجيزي. نعرف الشروط يعني إيه؟ أول شرط مضي المؤمن عليه 20 سنة في الخدمة ده عادي. وما بيتحسبش فيها زي ما قلت لحضرتك مدة الخدمة العسكرية أو خدمة الجيش أو في فترة الحرب في فترة الحرب ما بيتحسبش. طب هو شغال 21 سنة فهمت. تمام. لا لسه في شروط تانية. يكون المؤمن عليه كمية مداخلات كتيرة جدا. تمام. معنا محمد محفوظ. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ محمد. ألو. طيب هنرجع للأستاذ محمد. يكون المؤمن عليه يبلغ من العمر 50 عاما وقت الخروج. آخر شرط بقى موافقة جهة الإدارة على طلب الخروج للمعاش. جهة الإدارة؟ اللي هو العمل نفسه صاحب العمل. صاحب العمل لازم يوافق. ما بيوافقش. ما عمره ما هيوافق. أنا الوقت أنا شغال معاك بعد 20 سنة هاجي أعمل لك طلب هقول لك عايز أطلع من الشغل. طبعا هتقول لي لا. ما أنت هتدفعني هتقول لي لا. ما الشرط ده صعب جدا الشرط الثالث. طب لا ده يعني لا يعني ليه ده؟ ما يكونش نتيجة إن إحنا في الفترة الأخيرة بدأ معظم الناس يستغل فرصة ان هو 20 سنة عمل ويبدأ يقدم على المعاش بتاعه ويبدأ يشتغل في مكان تاني. يبقى هو بيستفاد بالراتب وبيستفاد بالمعاش. فهو ممكن ان هو يكون في الوقت ده ايه يعني اللي انت طالما انت على مقدرة للعمل خلاص يبقى ايه المان إيه ليه انت حضرتك قدمت. هو حقه لو طلع مثلا اشتغل في فترة وعايز يروح مكان تاني حقه. طيب معنا اتصال الاستاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. استاذ محمد الو. استاذ محمد مع حضرتك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. معاك محمد محفوظ من بورسعيد يا فندم. طب هستاذنك بس نوطي التلفزيون بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل استاذ محمد حضرتك على الهواء. يا صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تحياتي لقناة الصحة والجمال والقائمين عليها وتحياتي لمقدم البرنامج وتحياتي للاستاذ محمد سعيد قشطة ربنا يوفقه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. بالنسبة لقانون العام 148 ده يخلق المعاش ده يعتبر خنق المعاش المبكر. هو نجح قانون 148 لسنة 2019 قانون نزل دور 2021 بس القلق وسط مئات الالاف من الاسر المصريه. طيب انت حضرتك احد سؤالي الى كل من يسمع هذا البرنامج. اتفضل. وهو من المسؤول عن وضع قوانين تضر بالمقام الاول عمال مصر اللي هم كانوا شباب مصر اللي هم اشتغلوا وانتجوا ولما كبروا في السن وتركوا العمل لاي سبب من الاسباب بدون معاش. تولي رئيس البرلمان المصري واعضاء مجلس الشعب ورئيس الوزراء وزاره التضامن الاجتماعي ما مصير هؤلاء العمال؟ ثانيا سبب الازمه هو معرفه المعركه الجماعيه هي مجلس الشعب الصغر الذي وافق على القانون وزاره التضامن الاجتماعي عرض مشكلتي. انا اولا عندي انا ضد 50 سنه في الشغل. انا بقالي سني 50 سنه وعندي المده بتاعت 20 سنه ولحد الان مش بقالي اتخرج من الشغل بقالي سنه مش عارف اخد معاشي نهائي ولا عارف اتعامل مع اي حاجه رسميه في الدوله. طيب المشكله في استاذ محمد يبارك له يكون سبب ان هو يعني يشوف لنا حل لازمه وربنا يوفقه ان شاء الله. طيب يعني انت حضرتك طالما الازمه مأثره فينا جامد قوي في ازمتين في مصر وبين في مصر وبين كورونا
وباقي المعاشات المبكرة ده. طيب وشكرا يا فندم. طيب ازاي يا استاذ محمد ان انت مطابق لحضرتك كل المفروض يتعمل؟ يعني عدى على حضرتك 20 سنه وحضرتك بتقول ان انت معدي السن ال 50، ايه المشكله فعلا دلوقتي؟ عشان القانون ما اتطبقش. شكرا شكرا يا استاذ محمد. طب هو حاليا استاذ محمد يرد علينا بقى. استاذ محمد ليه طب ايه المشكله عندك؟ هو اصلا انا كان يعني كان المفروض يحصل حاجه. يحصل بين الفتره القديمه القانون القديم والقانون الحديث فتره انتقاليه. يعني كان المفروض يقول لنا ان في قانون جديد هينزل، اللي عايز يطلع معاش يطلع، واللي عايز فجأة كده قانون سنة 2020 نزل قانون. من بعد القانون ده ما نزل مش عارفين، ولا حتى القانون ده المفروض مش متطبق، يعني بس المصالح الحكومية بتطبقه. تمام. يعني ده واحد بيقول يعني اللائحة التنفيذية لسه ما اتطبقتش، لسه ما اتطبقتش، ومع ذلك احنا بنطبقه. بنطبقه يعني لسه ما اتطبقتش. طب ده قانون ولا غير قانون؟ لا غير قانون. طب امال بيطبق ازاي؟ معرفش. غير قانوني الكلام ده طبعا. الكلام ده على مسؤوليه حضرتك. طبعا ان ده غير قانوني. طبعا. طيب انت في الحاله اللي زي كده كل الامكانيه ان انت بترفع قضيه؟ بنرفع ان قضية. الموضوع ده مش قانوني، بنتجه للقضاء العادل، والقضاء العادل هو اللي هيجيب حق الغلابه يعني. طيب في الوقت ده العامل نفسه بقى اللي هو عنده التزامات او اللي هو مثلا مش قادر مريض، يعمل ايه في الفتره بقى لحد بقى احنا عارفين القضاء ممكن ياخد وقت؟ بيتجه للقضاء وبيسيبها على ربنا. يعني بيتجه للقضاء، والقضاء عمره يعني القضاء عادل، القضاء مش هيضيع حق حد، باذن الله هيجيب له حقه. هو لازم يبدا ان هو يرفع القضيه عشان يطلب حقه. بحيث اول ما ان شاء الله يعني يشوفوا كل القواضي دي هيديهم حقهم اكيد باذن الله. ان شاء الله باذن الله نامل خيرا. طيب القوانين اللي زي كده مش بتبقى محتاجه مناقشه مجتمعيه؟ يعني بمعنى اصح ان انا هطبق على العمال، فالمفترض ان انا اجمع مثلا عينه عشوائيه واتكلم معاها واتناقش. ممتاز. لو ما تمش دوت ممكن يتم عن طريق اعضاء مجلس الشعب في كل دايره. ان انا لو عملنا اجتماع وقلنا ايه رايكم ان احنا في القانون ده هيتنفذ، هل ينفع ينفذ ولا لا ينفذ؟ وخدنا اقتراحات الناس. ولا فجاه احنا بنلاقي الحاجه اتطبقت فجاه؟ هو لازم يحصل زي ما حضرتك قلت، بس احنا فجاه لقينا القانون نزل. القانون ده نزل فجأة. مفيش فترة انتقالية بين القانون القديم والجديد، أو مفيش زي ما حضرتك قلت كده تنويه بسيط كده إن في قانون نازل أو في حاجة نازلة، مفيش. هو فجأة القانون نزل. طيب إحنا في الفترة الأخيرة بنحاول إن إحنا في بنى مصانع وفي حاجات على أرض الواقع ممتازة، فإحنا عشان خاطر إن إحنا نقدر يبقى ده على أرض الواقع فعلا محتاجين إحنا كل عامل، محتاجين كل حرفة. للأسف دلوقتي إحنا فئة العمال نفسها احنا بدأنا ان احنا كل حد في مصنع. احنا طبعا سمعنا في الفترة الأخيرة عن التصفيات اللي بتحصل، مصانع الحديد والصلب، مصانع الغزل والنسيج. فاحنا يعني معالي الرئيس السيسي بيبني من جهة، واحنا للأسف بنهد من ايه؟ من جهة تانية. يعني احنا منين ان احنا عايزين ان احنا نعمل تنمية للمشروعات، وعايزين ان احنا تشغيل للشباب، ومن حضرتك ان انت كل حاجه بتحس ان انت الباب مقفول بالنسبه لك. فاحنا طبعا هنا بنقدم رساله من برنامج هو المجتمع، لابد عند مناقشه اي قانون ان احنا نلجا هيتطبق على مين، ان احنا لو عينه عشوائيه ونحاول ان احنا ناخد منهم الكلام. والله الشعب بيسمع، والله الشعب بيطبق، وعندنا عمال مصر، عمال مصر اللي هم مقضيين معظم وقتهم في الشغل في العمل. هو عايز ايه؟ عايز يشتغل عشان ايه؟ معانا مداخله ثانيه. الو استاذ احمد. هو عايز ايه؟ هستاذنك بس نقفل بس التلفزيون بعد اذنك يا استاذ احمد. استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا أستاذ أحمد. ألو. اتفضل يا فندم، حضرتك على الهوا يا فندم. أستاذ أحمد اتفضل. شكرا شكرا يا أستاذ أحمد. طيب في حاجة كده كنت عايز أسأل الأستاذ محمد عليها، بعض الشركات الخاصة بتعملها يعني إجراءات تعسفية كده، لما يجي واحد يشتغل عندي أمضيه عقد الشركة واستمارة ستة. واستمارة ستة. ده جالي مشاكل كتير على الموضوع ناس ده. ناس كتير في المصالح متضررين بسبب كده، فجأة مع السلامة ملوش أي حقوق. ملوش أي حاجة يرفع قضية، مفيش أي يعملوا حاجة. إيه؟ بيروحوا المحكمة. يعني المفروض إن أنا ما أشتغلش في مكان وأمضي على الاتنين مع بعض، منين أنا بمضي دخول وخروج سوا؟ أنا بنصح كل واحد يروح يشتغل في مصنع، في شركة، في قطاع خاص، لما يروح يشتغل هيمضي على ورق، لازم تمام. يقرا الورق يقرأ كويس. الورق كويس، لازم يقرا الورق كويس عشان يحفظ له حقوقه. يعني في عندنا في قطاعات خاص في بورسعيد مصانع، ناس كتير بتشتغل فتره كبيره، وبعد ما تشتغل فتره كبيره
بيحصل مثلا عايزين يسيبوا الشغل بيرفعوا قضيه في المحكمه، يروح الشركه اللي او المصنع مقدم ورقه للقاضي كده، الورقه دي فيها ايه؟ ان هو اخذ استماره سته واخذ مستحق. وللاسف هو مضى وما كانش عارف. هو في الوقت ده مثلا لو شاب بيدور على فرصه عمل، فمجرد ان هو بيلاقي على فرصه عمل فهو بالنسبه له يعني متطلبات الحياه نفسها، فبيحاول غصب عنه هيعمل ايه؟ لان هو ده عند ده عند ده. فده المفروض احنا عندنا مكاتب العمل موجوده، والمفروض تقوم بقى بحاجه زي كده ان هي تمنع. واكيد يعني احنا عندنا طبعا اجهزه على اكمل وجه تقدر تحقق تشوف الشركات اللي بتنفذ ده على ارض الواقع. يعني احنا دايما احنا ما بنحاول ان احنا ندور ايه اللي ممكن يتعمل، بنلاقي فيه هيئه او بنلاقي فيه مؤسسه تقدر تقوم بده. طيب احنا بقى عايزين بقى لو حضرتك بقى في يعني نصيحه كده طبعا للعمال او المتضررين، هتقول لهم ايه في حاجه زي كده؟ المتضررين كلهم ياملوا في القضاء العادل وفي طبعا في اعضاء مجلس الشعب. يعني هو احنا ممكن احنا ماشيين في القضيه ممكن ينزل قانون او اعضاء مجلس الشعب يعملوا حاجه يعدلوا القانون ده، يعدلوا القانون 148. يعني احنا حاليا املنا في ربنا ثم اعضاء مجلس في الشعب، اعضاء مجلس الشعب الحالي. تمام. ان هم نحاول ان احنا نشوف حتى اللائحه التنفيذيه نحاول يبقى في تعديل ان شاء الله. طبعا حقا لعمال مصر، مصر طبعا طبعا عشان حقهم ما يضيعش. طبعا بشكر حضرتك جدا 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 سعد يا باشا. استاذ محمد نورتني وشرفتني، وان شاء الله يبقى في حلقات تانية ودايما ان شاء الله احنا زي ما قلنا لحضراتكم وبننوه دايما برنامج هو المجتمع مع كل طوائف العمل، يعني دايما مع طوائف العمال، هتلاقينا مع الاطباء مع الصيادله مع كل طوائف المجتمع. بشكر حضراتكم، بشكر الاستاذ سمر، بشكر استاذ محمد. شكرا استاذ محمد، نورتنا جدا. نلتقي في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.